يعني بعض الناس ربما يتردد حتى أن يسافر إلى خارج بلده ويترك أباه ويترك أمه. لذلك أحيانا تأتيني بعض الناس أقول لك والله أنا عندي والدي كبير في السن أو عندي والدتي كبيرة في لي في السن وأريد أن أسافر، فهل يجوز لي أن أسافر وأترك أبي وأترك أمي؟ فتكون الإجابة إذا كان هناك من يقوم برعايتهما، إذا كان مثلا أحد الإخوة موجودين أو أحد الأخوات موجودات، يعني أخوك موجود أختك موجودة وتقوم برعايتهما وأنت في نفس الوقت يعني متكلف بالنفقة عليهما، ربما يكون سفرك من مصلحتهما، إن ربما يكون يحتاجان إلى الأموال، يحتاجان إلى النفقة، يحتاجان إلى الرعاية، يحتاجان إلى الدواء، يحتاجان إلى العلاج، وكل هذه الأمور تحتاج إلى نفقة وتحتاج إلى أموال. ربما لو جلست في بلدك بجانبهما ربما لا يتيسر لك هذه الأموال لكي تنفق عليهما. الأمر فيه توازن وعلى حسب الرؤية التي تراها وتعامل الله سبحانه وتعالى فيهما.